صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا جمهور الاهلي العظيم، صباح الخير يا مشاهدين الاهلي العظيم. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي ازاي اضخم العضلات. والثقافه بتاعتنا اللي دايما متعودين عليها تلعب 3 في 10 تضخم، تلعب 3 في 20 تخسس، مش حاجه اسمها الكلام ده. الكلام ده مش موجود علميا. اللي علميا دلوقتي ان انت بتلعب على الالياف العضليه اللي موجوده في الجسم، بتلعب على نظم انتاج الطاقه اللي في الجسم، لازم تلعب على عناصر اللياقه البدنيه كلها اللي في جسمك، اللي هي القوه والسرعه والرشاقه والمرونه والتحمل، عشان تطلع بعضلات مميزه وقويه، وفي نفس الوقت ما تضرش المفاصل ولا الالياف العضليه بتاعتك. فده مهم جدا. طيب بعض الثقافات الغلط ان انا بشيل كام في الجيم وانا هقفل وزني كام، وده غلط، لان انت لما الناس بتشوفك ما بتقولكش انت بتشيل كام، لا بتقول لك انت شكلك حلو او فيت فورما. يعني الموضوع ان انا مش بتعيب رفع اثقال، انا بتمرن بريزيستنت اللي انا اقدر عليها او مقاومه اللي اقدر عليها. زي بعمل عضه 10 عدات، لو شده 100% بشيل العده العشره تطلع بالعافيه. هي دي شده التمرين، لكن مالهاش علاقه بالوزن كام. فكل واحد فينا على حسب شده التمرين وعلى حسب العنصر اللي بيلعب بيه، لازم اعمل توازن في عناصر اللياقه البدنيه زي القوه والتحمل والسرعه. يعني لازم اعمل يعني مجموعات مثلا 3 في 20 فتره، اللي هي مثلا اسبوع لو انا السيركت بتاعتي او السيركل بتاعتي او الدايره بتاعت التمرين بتاعي بتخلص في اسبوع، يبقى انا كل اسبوع بغير عنصر من عناصر اللياقه البدنيه. وده مهم جدا عشان احافظ على المفاصل والاربطه اللي جوه المفاصل، وفي نفس الوقت عشان ابني العضلات. طب ايه اللي بيبني العضلات؟ هل هو التمرين؟ لا، الاكل، الريكفري. انا مطلوب مني بقطع الياف عضليه في التمرين. اي تمرين في الدنيا بيعمل عمليه هدم للعضلات. اللي بيبني العضلات بس هو الاكل والنوم. اكل اكل كويس فيه كارب بروتين عشان يوصل للعضلات. بعض الاخطاء الشائعه اللي بنشوفها في التمرين ان انا عايز اقفل العدد او انا عايز اشيل وزن تقيل. وبعض الاخطاء الثانيه ان انا طريقه شيل الوزن ونزول الوزن. فلازم اركز قوي على الموضوع ده، لان ده مهم جدا ان بيعرضنا لاصابات وبنسيب التمرين وبتضيع الفورمه زي ما احنا بنقول. تاني، اللي بيبني العضلات هو الاكل والنوم مش التمرين. يلا بينا هنشوف ازاي استخدم الاوزان او انا بشيل الاوزان من غير ما حد يساعدني. دايما اعود نفسي ان انا اللي بساعد نفسي. السبورت ده في حاله واحده بس، لو انا حاسس ان انا الوزن تقيل عليا شويه بوصل لعدد معين. مش مطلوب مني ان انا تارجتي، مش الهدف، مش او الهدف بتاعي او التارجت بتاعي مش انا اشيل كام. الهدف بتاعي ان انا بعمل عنصر ايه، هل قوه يعني 10 عدات ولا تحمل 15 ولا سرعه اللي هو اب تو 20. يلا بينا نشوف هنشيل الوزن ازاي اصلا بطريقه سيفتي وامان على جسمي كله، وده هناخده في كذا اكشن لكذا عضله. يلا بينا. اول حاجه انا باخد من وضع السكوات عشان ما احملش على ظهري، هاخد وزن واسند، تاني واسند، هقعد، هنزل اعمل تمرين من غير ما اضر ظهري ولا كتفي. وده مهم جدا ان انا ما حدش يرفع الوزن مره واحده وينزل، فده هيبقى فيه مشكله. يلا بينا. هنزل، تانية، رجليا الاتنين فوق هنا، هطلع بالوزن فوق صدري مش فوق كتفي، طلع النفس دايما وقت الانقباض وانزل. ركز دايما الوزن يبقى فوق صدري مش فوق كتفي، بقفل فوق صدري عشان صدري هو اللي يستفيد. خلصت التمرين بثبت فوق، هنزل اقابل على ركبتي زي ما طلعت زي ما انزل كده. خلصت. اللي بيخلص بعد كده التمرين ويرمي الوزن يمين وشمال، هتحصل مشكله في المفصل بتاع الكتف او ممكن يعمل قطع في العضله. اللي بينزل ويرمي الوزن ممكن ينزل على رجليه وتجيب له اصابه. اي اصابه هتمنعني عن التمرين، يعني مش هجيب نتيجه. هنخش حاجه بعدها زي الظهر اللي بيعمل وان هاند. بعض الاخطاء الشائعه اللي بتقابلنا في الوان هاند ان الناس لما بتيجي تعمل وان هاند بتثبت الرجل اللي ورا مفروده، كعب رجليها على الارض كده، انا بضر الركبه اللي ورا واعمل لها مشكله. لازم سبورت، ساند بايدي على اي حاجه ثابته، الايد الثانيه عشان تشتغل العضله اللي احنا بنسميها بالبلدي كده الماجنوس او اللاتيسموس دورسي باللاتيني، لازم اشد فوق
مش بشد هنا ولا اعمل كده. الاكشن هنا مثلا، طلع النفس وقت انقباض العضله. ركبتي سفت سفت مش فارد كده، غلط كده، بدمر كعب رجليا وركبتي اللي انا ما بتمرنهمش اصلا. نفس. الايد التانية كوعي مش مفرود، متن وشي لقدام، ده مهم جدا. ممكن اعملها ورجلي الاتنين يبقوا جنب بعض، بس برضو الركبة مش مفرودة. دخلنا كده يعني اكسبشن، او زي ما بقول كده مثال لبعض التمارين اللي فيها اخطاء شائعة للناس اللي عايزة تبني مسلز. التمرين كقوة مش هو واحد اللي بيبني مسلز، اللي بيبني مسلز الاكل. مع معلومة مفيدة الحلقة اللي جاية ان شاء الله.